وقفنا حتى نختم الحكمة الخامسة عند قول ابن عطاء الله السكندري عندما قال: اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك. وقفنا، لقد شرحنا في المرة السابقة، ونتكلم عن الشق الثاني وتقصيرك فيما طلب منك، وهو أن تقوم بالعبودية لله، ومن العبودية عمارة الكون وتزكية النفس. يبقى إذا قصرت فيما طلب منك من عبادة الله التي تشمل عمارة الكون وتزكية النفس، فهذا دليل على انطماس البصيرة. وسيدنا الشيخ رضي الله عنه وأرضاه مؤدب، ليه؟ كان المفترض عندما الإنسان ينشغل بما ليس مطلوبا منه بل هو مضمون له، وينصرف عما هو مطلوب منه، بالأساس كده أنا ضمن لي الشيء الفلاني، واحد قال لي اجلس ولك كل يوم 100 جنيه مثلا، طب اشتغل ليه؟ ضمن لك. والناحية الثانية طلب مني ان انا اعمل هذا الامر، فانا اشتغلت في المضمون وانصرفت عن المطلوب، يبقى هذا الامر دليل على انطماس ايه؟ البصر، مش البصيرة، البصر. بس أدب سيدنا الشيخ، لو قال دليل على انطماس البصر منك يبقى يخلي الناس كلها ما عندهاش بصر أصلا. إنما عندما تنفي البصيرة يبقى بتنفيها عن الناس اللي هم، عاوز يقول لك هنا بيكلم المريدين والسالكين، بيقولوا خلي بالك عندما تفعل هذا فبصيرتك مطموسة مش بصرك. لأن عندنا انتفاء الأخص لا يقتضي انتفاء الأعم، دي قاعدة في الأصول وفي المنطق، بمعنى الأخص هنا إيه؟ البصيرة. البصر ده حاجة واسعة، كل الناس، إحنا بنتكلم من حيث إن كل الناس عندهم بصر، مش من حيث آفاق البصر وآفاق البصيرة، لازم الحيثية. يبقى من حيث أن كل الناس يتحقق غالبا بآلة البصر، فالبصر هنا عام أعم. ومن حيث إن الناس بعضهم القليل يتحقق بنعمة البصيرة، هذا أخص. فانتفاء الأخص اللي ليس عنده بصيرة ليس معناه أن ليس عنده بصر، لا، عنده بصر. يبقى بنسميه عموم وخصوص مطلق، كل من كان عنده بصيرة فعنده بصر، وليس كل من كان عنده بصر عنده بصيرة. بنسميه العموم الخصوصي الايه؟ المطلق. نعم، وجبت؟ طيب يلا اتفضل نكمل بعد الأذان ان شاء الله.
يبقى هنا انتفاء البصيرة ليس معناه انتفاء البصر، لأن انتفاء الأخص لا يقتضي انتفاء الأعم. فسيدنا ابن عطاء الله السكندري عاوز برضو يعطي الناس ان عندهم بصر، فقال الذي ينشغل بالمضمون وينصرف عن المطلوب ليس عنده بصيرة، ليس من أهل الخصوص، ليس من أهل الخصوص، وإنما هو من عوام الناس. فلو من عوام الناس والناس تتكالب على الرزق ماشي، ومطلوب منها العبادة فيقصرون، أنت عامي فمعذور، عندك بصر وليس عندك بصيرة. إنما لا تعد نفسك من أهل الخصوص إن انشغلت بالمضمون وانصرفت عن المطلوب. خلاص يبقى الواحد يقيس نفسه، انت مريد، مريد، انت المضمون لك. والمضمون احنا قلنا ليس الرزق فقط، كل ما يقيم حياتك وشأنك في دنياك واخرى قد ضمينه لك بترتيبه. اللي احنا قلنا الحكمة اللي قبلها ايه؟ أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك. طيب يبقى المريد ينظر لنفسه، احسب نفسك الآن، أنت مريد؟ أنا أنشغل بهم الرزق وأخاف وأخرج إلى البيت، ولذلك أهل الله لا يخافون على الرزق، لا يخشون موتا ولا فوتا. خلاص لا يخشون فواد رزق او شيء مكتوب، ولا يخشون الموت لانه هو ساعة لقائهم بحبيبهم كده. طيب يبقى انما المريد المفترض ان يكون هكذا. اذا لم يكن مريد وخاف من الرزق، خاف بان الله يتولى شؤونه، لم يثق في هذا وانشغل بغير ما أمره الله به، يبقى هذا من العوام، هذا من الإيه؟ من العوام. وإذا يجمعها ألا له الخلق والأمر. الخلق خلق لك ما يقيم حياتك
وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها، الله يرزقها وإياكم، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ماشي، يبقى هنا الآية بتدل اهو، ألا له الخلق والأمر، يعني استدل، ألا له الخلق والأمر، يعني خلق ما يقيم أودك وحياتك وآخرتك فلا تنشغل به. والأمر اللي هو الأوامر الشرعية التكليفية اللي هي المطلوبة، فينبغي أن تنشغل بها ولا تتركها. يبقى نستدل على كده، يقول لك هو أنت خايف ليه؟ ده الأولانية بتاعت الأولانية لله والثانية لله. ألا له الخلق ما يريد أن يخلقه ليجبرك، سيخلقه وهو خالقه. ثم بعد ذلك أعطاك الأوامر والنواهي اللي هو التشريعات اللي هو الشرع اللي هو التكاليف، طلب منك الالتزام بها إما بالفعل أو بالترك، فلا تتركها. يبقى إن تركت، إن خفت من المضمون، فكأنك لم تتحقق بمعنى كلمة ألا له الخلق. وإن قصرت في المطلوب، كأنك ما عرفت أن المطلوب هذا من الله. خلاص، لأن إيه؟ ألا له الخلق والأمر. يبقى اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك. يبقى سيدنا ابن عطاء قال البصيرة، ما قالش البصر، عشان نرحم العوام. ثاني شيء، حتى نخصص المريدين والسالكين والعارفين، يبقى من أهل الخصوص، دي ثاني شيء. ثالث شيء، لأن مسلكها قد يدق عن الأفهام، بعض الأفهام قد لا تفهمها. يعني مين اللي ربط ألا له الخلق والأمر؟ كل الأفهام تستطيع تربط هكذا؟ لا. يبقى خلاص، يبقى إذا استطعت أن تربط، نسأل الله عز وجل أن تكون من أهل البصيرة، وإن لم تستطع فأنت من أهل البصر. خلاص. طيب، ده استدلال أول. الاستدلال الثاني، وده استدلال جديد، الاستدلال الثاني اللي هو الآيات التي ذكرناها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وفي السماء رزقكم وما توعدون، على الشق الأولاني. على الشق الثاني، إن أنت تنشغل بإيه؟ لا تنصرف عن المطلوب. لا تنصرف على، يعني ليه؟ عن المطلوب. وده جه كتير بقى، يا أيها الناس اتقوا ربكم، أو اعبدوا ربكم الذي خلقكم. خلاص، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم إيه؟ تفلحون. كل الأوامر اللي فيها عبادة، ده هو المطلوب، ده هو الايه؟ المطلوب. والمطلوب مش اوامر فقط، وانما نواهي. ان تنزجر، فلا تزكوا انفسكم، ما ارفعش نفسي، التزكيه لا، انا تواضع، دي من ضمن المطلوبات. ما هو المنهيات مطلوبات الترك، يبقى الاوامر مطلوبة الفعل والمنهيات مطلوبة الترك، كده في الاصول الفقه يقول لك كده. طيب، فالاستدلال كتير على هذا. طب نيجي بقى، احنا قلنا اذا فتح الله البصر والبصيرة، تستطيع ان تدلل على كلام اهل الله من قصة سيدنا الخضر مع سيدنا موسى على نبينا وعليهما افضل الصلاة واتم التسليم. سيدنا الخضر ناصح، فنقدر ندلل هنا، دي الاولانية بتقول الرزق. ما هو سيدنا موسى قال له ايه؟ قال له لو شئت لاتخذت عليه اجرا، ده ما رضوش ياكلونا. فقال له انت بتتكلم عن كده؟ هذا فراق بيني وبينك، انت فاكر ان الرزق في الحته دي بس؟ ده اكلنا موجود اصلا. ادي اول ايه؟ استدلال، وده استدلال جديد. عاوزين نركز. طيب، والثانيه اللي هي الاوامر بقى، الفعل والترك والامر، الافعال، وما فعلته عن امري، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. يبقى إنما فعلت الأوامر الإلهية، يبقى ده المطلوب. يبقى بص، الحكمة هو، وده الجديد في الحكم، إن أنت إزاي تربطها بالقرآن. يبقى ربطناها، فهمت يا عم الشيخ؟
ربطناها بالقرآن، وممكن نربطها، أنا قلت تربطها بقصة سيدنا. ما هو خلي بالك كلام أهل الله إنما هو بين العارف والمريد، فتستطيع أن تستخرجها من أي قصة في القرآن تدل على العارف والمريد. اللي بارز قوي إيه؟ قصة سيدنا موسى وسيدنا الخاضر. سيدنا موسى هنا في هذه الأحوال بالحيثية دي مريد، وسيدنا الخاضر إيه؟ عارف. في قصة سيدنا يوسف وسيدنا يعقوب نفس الشيء، مريد. وفضلنا نسأل هو مين المريد ومين الشيخ، يوسف المريد ولا يعقوب المريد؟ قال لك في بداية الأمر كان يعقوب هو الشيخ ويوسف المريد وصغير. قال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. خلاص، بس يوسف فاهم وصغير. بعد كده سيدنا يوسف بقى هو الشيخ، وسيدنا يعقوب بنشبه عشان الانبياء ما نقدرش نتكلم، كأنه يأخذ، وهنا معناه ايه؟ يعني يأخذ من عطاء الشيخ. قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه ابي يأتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين. يا سلام، ما هو العطاء بيكون من المريد ولا من الشيخ؟ من الشيخ. وبعدين وفي الاخر خلاص، ورفع ابويه على الايه؟ وخروا له سجدا. وابوه وامه خروا سجدا، قال لك ازاي؟ ما هو بدلالته الاولى، اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. هو مين اللي هيعظم؟ المريد. هيعظم مين؟ الشيخ. يبقى مين الشيخ؟ سيدنا يوسف عليه السلام. والمريد في هذه الحال هو سيدنا يعقوب عليه السلام. يبقى ادي اهو نقدر نطلع بقى من قصة سيدنا يوسف وسيدنا موسى، وسيدنا يوسف وسيدنا يعقوب، نطلع الاستدلال هذه الحكمة وكل الحكم. ليه؟ قلت قاعدة عامة، ما كان من كلام اهل التصوف انما يخاطبون انفسهم كمريدين او سالكين او عارفين مهما بلغت المقامات. ولم يعلو على هذه المقامات إلا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الاستدلال النص الأولاني الرزق، ما احنا جايبنا هو بقى من سيدنا الرزق. سيدنا يوسف كان خايف هو في الجب، سيدنا يوسف حللهم مشكلة الرزق. ليه؟ لأن عارف إنه مضمون، هو خطط وكله. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله خلاص إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي، وبعد كده ثم يأتي، سبع عجاف، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يعني ما تخافوش، الرزق مكفول ولو كان بعض التخطيط من البشر أو بعض التخطيط من البشر. طيب يبقى سيدنا يوسف كان خايف من الرزق؟ أبدا. وسيدنا او خايف من هم شؤون الحياه؟ ابدا. سيدنا يعقوب علمنا هنا خلاص، قال وما اغني عنكم من الله شيئا. لان الترتيب موجود، الترتيب ايه؟ موجود من الله عز وجل، وهو عارف ان الامور مترتبه. عشان كده قال في الاول ايه؟ قال عند وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. أنتم مش عارفين إن الأمور مترتبة؟ والله المستعان على ما تصفون. مترتبة، يبقى رزقك مرتب. ثم بعد ذلك قاموا بالأوامر الإلهية ولا ما قاموا؟ اللي هي وتقصيرك عما طلب منك او فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة. قصروا فيما طلب سيدنا يوسف، قصر لما دخل الجب ابدا، ولما راح اخذ في الدعوة مباشرة، واخذ في الدعوة للملك للعزيز وللملك والكل حتى في السجن، ودخل معه السجن ايه؟ فتيان. راح الاتنين حكوا القصة، وبعدين هو اتكلم وقال ايه؟ على دين ابائه بقى خلاص،